مرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تيفي في هذا المباشر العاجل من امام فندق اقامة نادي الوداد الرياضي الوداد اللي على موعد. ما نقولوش نادي الوداد فقط في المغرب ككل على موعد مباراة القرن بين نادي الوداد الرياضي مباراة صالح الموسم عفوا بين نادي الوداد الرياضي وماميلودي سانداونز. مباراة اللي نقدروا نقولوا انها مباراة ما كتقبلش تقسم على جوج بكل صراحة. حنا في مركب محمد الخامس حنا أمام جماهير ديالنا كل أمال المغاربة معلقة على الوداد ولاعبي الوداد خصوصا بعد أقصى الرجاء البيضاوي وأقصى الجيش الملكي في الوداد الرياضي هو الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية في المحافل القارية. كل توفيق لنادي الوداد على المباشر المشاهدين الكرام. حافلة الوداد في هذه اللحظات تستعد لمغادرة فندق الإقامة في اتجاه دونور وسط حراسة أمنية مشددة عفوا. تمنوا التوفيق كل توفيق لنادي الوداد كل توفيق لنادي الوداد الرياضي. فماتش مع الثمانية ماميلودي سانداونز حاضر بكافة نجومه المرشح الأول بكل صراحة للفوز بهذا اللقب ولكن الوداد بطل افريقيا الوداد لجميع مواجهاته السابقه امام سانداونز فاز فيها ولله الحمد. نتمنوا ان تكررت هذه الهيمنه هذه المواجهات المباشره مع ماميلودي سانداونز ونتمنوا كل التوفيق لنادي الوداد الرياضي. فحنا كنحاولوا نقربكم اكثر من الصوره الوداد بعض الغيابات اللي غتكون في هذه المباراه خصوصا جلال الداودي اللي شكوك كبيرة حول مشاركته في هذا الماتش املا ان يكون في مباراة الاياب. شكوك كذلك حول ارسن زولا شكوك كذلك فنتمناو خير الوداد بمن يحضر الوداد بمن حضر امام دونور ممتلئ عن اخره. كل توفيق لنادي الوداد الرياضي كل توفيق للكتيبة الحمراء الممثل الوحيد لكرة القدم الوطنية. حافلة الوداد تستعد في هذه اللحظات لمغادرة فندق الإقامة كيف ما ذكرت لكم استعدادات أمنية أو وسط حراسة أمنية مشددة. حافلة الوداد هذه إن شاء الله لعابة فحاليا طاقم التقنية فبدا كيغادر فندق الإقامة إن شاء الله مورا الماتش يكون كل شيء فرحان إن شاء الله مورا الماتش نكونوا كاملين فرحانين ولكن كيف ما كانت النتيجة نذكرها ونعاود نقولها لكم مشاهدينا الكرام كيف ما كانت النتيجة مازال شوط ثاني في جنوب افريقيا مازال ربحنا الحمد لله قطعنا شوط مهم تعادل او كيف ما كانت النتيجه مازال شوط وما نزلوش يدينا هذه مباراه نصف نهائي شفنا البارح الاهلي فاز في تونس 3-0 ضد الترجي مازال مباراه الاياب في القاهره الوداد الرياضي كذلك اليوم ان شاء الله على موعد مع مباراه الموسم اللي نقدر نقولوا انها باذن الله تعالى اذا فاز في الوداد او مر النهائي غتكون فرحة كبيرة في صفوف المغرب. فالحافلة تستعد طاقم تقني طاقم طبي لاعبين كل يستعد كل على كل عارف العليل الكل عارف ان شاء الله غتكون واحد المباراة اللي قوية باذن الله تعالى. نتمنوا اللعابة ان يكونوا في نهارهم جماهير فجماهير الوداد ما كتحتاجش التعبئة باش انها تحضر دونور غيدور باذن الله تعالى نفذ تذاكر بعد وقت وجيز من الطرح ديالها جماهير الوداد حاضرة بقوة فنتمناو خير ونتمناو ان شاء الله هذه الامسيه فكل مؤشرات كتدل على ان شاء الله غتكون امسيه جميله باذن الله تعالى وتشهد فوز نادي الوداد الرياضي. كل توفيق لوداد الامه الممثل الوحيد لكره القدم المغربيه في عصبه الابطال الافريقيه. مازال الوداد سانداونز ترجي رباعي كبير سيناريو العام اللي فات كيتكرر الاهلي في النهائي على بعد صراحه نقدروا نقولوا وضع قدم في النهائي واخا كره هذه يقول لك وضع قدم في النهائي 13-0 في ديار التونسية وضع قدم في النهائي على امل الوداد يلتحق به باذن الله تعالى. فكل توفيق لنادي الوداد. حنا امام مقر اقامه الوداد هنا بكازا البعثه او نقدروا نقولوا ان جميع فعاليات الوداد تستعد في هذه اللحظات لمغادره فندق الاقامه والاتجاه نحو دونور باذن الله تعالى وسط تعزيزات امنيه واستنفار امني كبير بعين المكان كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر. حنا كنحاولوا نقربكم اكثر من الاجواء مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات حافله فهي واجده
الطاقم التقني فكي حط اللوازم المحتاجين لها في الحافلة في انتظار خروج لاعبي الوداد الرياض. قلت لكم استنفار كبير بعين المكان، تعديلات امنيه كبيره، كيف ما كنقرب لكم اكثر من الاجواء، فالاجواء بمركب محمد خامد فهي اجواء رائعه، حضور جماهيري كبير، فنتمنوا الخير ان شاء الله. نقدروا نقولوا ان تعديلات امنيه مكثفه، جماهير الوداد برافو عليها، فتفاهم كبير بينه وبين المنظمين، تحيات كذلك رجال الامن اللي كيسهروا على تنظيم مثل هذه المباريات، فصراحه اول من يحضر اخر من يغادر، تحيه وتقدير كبيره اليوم. احنا امام الان مشاهدينا الكرام في هذا المباشر العاجل امام مقر فندق او امام فندق اقامه نادي الوداد الرياضي. في هذه اللحظات الوداد لاعبي الوداد وفعاليه الوداد تستعد لمغادره فندق الاقامه في اتجاه دونور باذن الله تعالى. لكن نتسناو مازال يخرجوا باذن الله تعالى في هذه اللحظات. كل التوفيق لنادي الوداد. الولاد شعار مغاربة مش الودادين فقط، شعار المغاربة، حكم أن الوداد كيف ما ذكرت لكم وحاليا ممثل واحد لكرة القدم الوطنية في محافل القارية. جيبوها يا الولاد، الوداد قادر أنه يحافظ على اللقب ديالو، علاش لا؟ جميع إمكانيات متوفرة لنادي الوداد من جماهير من إمكانيات لوجيستيكية، نتمنوا خير وكل التوفيق لنادي الوداد الرياض. حاليا كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر المشاهدين الكرام، تعديلات امنيه مكثفه صارمه امام فندق اقامه الوداد، حراسه امنيه مشدده هنايا في مقر اقامه نادي الوداد الرياضي. الوداد لاعبي الوداد استعداد لمغادره فندق الاقامه في اتجاه عفوا دونر. يلا ان شاء الله كيف ما ذكرت لكم جميع المؤشرات تدل على غيكون عرض كروي كبير وينتهي بفوز الوداد باذن الله. ماميلودي سان داونز فريق اللي يحترم، فريق اللي كيحترم الوداد، شفنا في الندوة الصحفية على بطويل اللاعب المغربي ولاعب سابق للرجاء اللي كيف ما قال اللسان ديالو ما خداش الفرصة ديالو، والمدرب الفريق كيحترمو كبير، كيحترمو كثير عفوا نادي الوداد الرياضي، وكل الخوف من الجماهير، قوة الوداد في الجماهير ديالها، قوة الوداد في مركب محمد الخامس، ملي كتشوفو الوداد أمام الأنصار ديالو ماشي هو الوداد اللي خارج الديار، واخا ذاك العام بكل صراحة
دوري ابطال افريقيا. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام بدايه مغادره فعاليه الوداد مقر اقامه او فندق اقامه النادي فندق اقامه النادي نحو دونور باذن الله تعالى. طرق السلامه ونتمنى ان شاء الله نرجعوا بواحد الانتصار اللي غيكون غالي وغالي على قلوب المغاربه ككل. تحت حراسه امنيه مشدده هذه اللحظات التوفيق مشاهدينا الكرام. شاركونا حتى في التعليقات توقعاتكم لهذه المباراة فأمنيات كتقول قلوبنا ودعواتنا معكم اللهم يسر ولا تعسر اللهم امين اللهم يسر ولا تعسر يا رب العالمين. كل توفيق نادي الوداد الرياضي نذكركم بان ماميلو دي ساندانس دار المغرب بكافة نجومه اقوى قدر نقولوا فريق اللي قدم مستويات كبيره في هذه النسخه ماميلو دي ساندانس مرشح الابرز ولكن تقتنا في نادي الوداد الرياضي الوداد الرياضي غيغيب عليه او شكوك كبيره كبيره حول غياب جلال الدودي على امل ان شاء الله مشاركته في مباراه الاياب شكوك حول كذلك ارسنال دولا ولكن كما ذكرت لكم الوداد بما انحضر الوداد اللي كيعتبر الجمهور ديالو ماشي اللاعب رقم 12 انما الرقم واحد اللي كيدير واحد الدور كبير وكبير بزاف لعل تصريح بطويل في الندوه الصحفيه اللي قبل المباراه كيدل على ان ما خايفينش انما خايفين من جمهور الوداد خايفين من الضغط غيكون نتمنى ان يكون واحد الضغط كروي نتمنى تكون مباراه كبيره بين عمالقه افريقيا في الاونه الاخيره على مر العصور بكل صراحه على مر السنوات الماضيه عفوا ولكن نتمنى ان يكون خير وتوفيق للنادي الوداد. انتظار مغادرة فعالية الوداد في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام تركيز كبير كونسنتراسيون بطبيعة الحال غتكون قبل المباراة خصوصا تحت قيادة المدرب البلجيكي سفين فاندر بروك مدرب سابق الجيش الملكي والمساعد امين بن هاشم كتعتبر هذه المباراة الأولى لأمين بن هاشم والمباراة الثانية لسفين فاندر بروك اللي قال أن كاين وقت قليل باش أننا نستعدوا ولكن حتى هو تيق في اللاعبين أنهم يكونوا في نهارهم بإذن الله تعالى. مدرب اللي كان مدرب سابق الجيش الملكي كل التوفيق له اللي كذلك صرح بأن كيشكر رئيس الجامعة فوزي القزاع اللي فتح أبوابه اللي الوداد الرياضي مشكور كذلك رئيس الجامعة الملكية اللي كان في زيارة لبعثة الوداد لتحفيزهم طبيعة الحال فراه كما ذكرت لكم الوداد الرياضي الممثل الوحيد لكرة القدم الوطنية في محافل القارة كل التوفيق جميع المغاربة مع
اوراق الوداد الله يعطيك، باش انه ان شاء الله يرجع بواحد النتيجه اللي غتكون ايجابيه وياخذ بطاقه التاهل باذن الله لدور النهائي ان شاء الله، لما لا الفوز باللقب الثاني على التوالي بحكم ان الوداد هو بطل افريقيا. انتظار خروج اللاعبين وفعالية الوداد كيفما كتشاهدوا معنا تحت استنفار أمني وتحت حراسة أمنية مشددة. في هذه اللحظات بداية خروج فعالية الوداد الرياضي من فندق فندق الإقامة نحو دونور بإذن الله تعالى. كل التوفيق كل التوفيق لنادي الوداد، جيبوها يا الولاد، شعار المغاربة اليوم، شعار المغاربة اليوم جيبوها يا الولاد، شعار جميع المغاربة. المعيش البدني للفريق في هذا اللحظات فندق الإقامة في انتظار اللاعبين والطاقم الطبي والمدرب والطاقم الشحن. تهديدات أمنية كبيرة، حراسة أمنية مشددة، كل التوفيق كل التوفيق لنادي الوداد الرياضي في هذه اللحظات. فعملنا اللي نقوله ان شاء الله في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام تحت حراسه امنيه مشدده بدايه مغادره فعاليه الوداد لفندق الاقامه كما كتشاهدوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام. وداد الأمة على بعد، أمام كتابة التاريخ إذا فاز الوداد إن شاء الله ومر الدور النهائي وداد بطل إفريقيا. كل التوفيق للنادي الأحمر، أجواء رائعة، أجواء تدل على اليوم يكون عرس كروي كبير، يكون إن شاء الله بإذن الله تعالى فوز النادي الأحمر. الله الولاد جيبوها ان شاء الله.
حراسه امنيه مشدده كيفما تتابعوا معنا على المباشر. مشاهدينا الكرام مشكورين رجال الامن، تحيه وتقدير لهم بكل صراحه على المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها. شاركونا حتى في التعليق مشاهدينا الكرام. في هذه اللحظات تحت حراسة أمنية مشددة، مذكورين رجال الأمن في هذه اللحظات بداية خروج فعاليات نادي الوداد الرياضي كما كتشاهدوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام. مذكورين رجال الأمن المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها بكل صراحة لتأمين هذا العرس الكروي الافريقي. فالحمد لله جميع التظاهرات اللي كتنظم في المغرب فهي كتكون الحمد لله ناجحه 100%. حاليا لاعبي الوداد كيغادروا فندق الاقامه في اتجاه دونور باذن الله تعالى. جيبوها يا الاولاد شعار المغاربه اليوم، يحيى عطيات الله. هذا اللحظات كيغادر، كل التوفيق كل التوفيق لنادي الوداد، كل التوفيق لنادي الوداد الرياضي. جيبوها يا الاولاد وان شاء الله تكونوا رابحين اليوم ونحصدوا ان شاء الله وناخذوا بطاقه التاهل نحو نهائي الحلم النهائي الافريقي المره الثانيه على التوالي حكم الوداد بطل الافريقي. محمد ونجم في هذه اللحظات، يلاه الامال المغاربة عليكم ان شاء الله اليوم، امال المغاربة كاملين معلقة لكم باذن الله تعالى. بالتوفيق رضا الجعدي. كيغادر في هاد اللحظات حمزة ايش علال مؤيد اللافي لاعبي الوداد سامبو هداف الوداد. يلا امال المغاربه معلقه عليكم باذن الله تعالى اليوم. باوش مطيع مطيع يا مطيع، كل التوفيق لنادي الوداد. طه مريد بال حميد احداد لاعب الوداد في هذه اللحظات كيغادروا فندق الاقامه في اتجاه مركب محمد الخامس دمر. كل التوفيق لنادي الوداد الرياضي. يلا يا الاولاد جيبوها يا الاولاد، جيبوها يا الاولاد. حيمود عبد الله
حسين بالعيادة الدولية الجزائري. أمين أبو الفتح أرسل زولاق حاضر. يلا يا الولاد جيبوها بإذن الله تعالى. المؤيد البدني للفريق أيمن الحسوني هاد اللحظات كيغادر فندق الإقامة أيمن اللي كان لاش عليه مجموعة من الانتقادات مؤخرا. نتمنى اليوم يكون في نهارو بإذن الله تعالى. نتمنى وحنا في المغاربة كمغاربة كنساندو نادي الوداد اليوم. أمين بن هاشم هاد اللحظات مساعدة المدرب تكون أول مباراة لي إن شاء الله. كل التوفيق سفين فاندر بروك مدرب الفريق فعالية الوداد في هاد اللحظات كتغادر فندق الإقامة جميع نجومه ما عدا غياب أمين فرحان مهرة في هذه اللحظات بوسفيان أمين فرحان وكذلك كل التوفيق غياب أمين فرحان وكذلك جلال الداودي تحت استنفار أمني وتحت تعديلات أمنية حراس أمنية مشددة مغادرة فعالية الوداد فندق الإقامة في اتجاه مركب محمد الخامس. مشاهدينا الكرام كل التوفيق لنادي الوداد في مباراة اللي غتكون بعد 8 بإذن الله تعالى. كل التوفيق للنادي الأحمر من أجل إن شاء الله إنجاح هذه المهمة بسلام والعبور للدور النهائي. مازال شوط جنوب أفريقيا مازال كتلعب غير شوط هنا في كازا مازال شوط جنوب أفريقيا. كل التوفيق بإذن الله تعالى. جلال الداودي الغائب عن هذه المباراة بسبب الإصابة اللي غيغادر ما يمشيش مع بعثة الوداد غيمشي بالسيارة ديالو كان مع البعثة في الفندق طبيعة الحال غيحفزهم في كل التوفيق بإذن الله تعالى. كل التوفيق للنادي الأحمر مشاهدينا الكرام. نتمناو خير كل التوفيق للنادي الاكبر لاجل ان شاء الله العبور للدور النهائي. بعثة الوداد كتغادر في هذه اللحظات جلال الداودي اللي كيغادر كل التوفيق للنادي الاحمر مشاهدينا الكرام. جيبوها يا الاولاد عنوان المغاربة وشعار المغاربة في هذه المباراة هذه تحت حراسة أمنية مشددة. مشاهدينا الكرام بداية مغادرة بعثة الوداد من مقر الفندق الإقامة في اتجاه دونور بإذن الله تعالى. كل التوفيق للنادي الأحمر
يلا يا ولاد جيبوها بإذن الله تعالى. ماتش مع 8 بإذن الله، ماتش مع 8، كل التوفيق.